عايز اخد رايك في حسين الشحات مع النادي الاهلي وادائه خلال الفتره الاخيره. لا طبعا الفتره الاخيره ماشي كويس. في الاول اول ما جه كان بقاله سنتين وحش, وبعد كده لا مش كويس قوي بعد كده, ولا بصراحه مستواه باين ان هو مستواه كويس يعني ملحوظ يعني. لا كابتن حسين الشحات يعني لعيب كبير ولعيب فريق جدا مع النادي الاهلي, بس هو بس يا ريت يبطل العصبيه شويه بس كده عشان يركز في الملعب اكتر ان شاء الله. وهو كمان هو وريدة سليم كمان يعني هيعملوا تويتو تقيل قوي يعني, هيوسعوا الملعب لبعضهم ويغيروا المراكز مع بعض, بيفتحوا المساحات لدرجه انت ممكن تلعب براس حربة وهمي وانت مش واخد بالك اصلا. لا بصراحه هو طبعا من نفسه قوي, والاول الناس كانت بتنتقده وكانت بتقول ان هو ما عاوزين يبقى عاوزين لازم يمشي, عاوزين نمشي, عاوزين لاعب بداله, انما دلوقتي بصراحه هو طبعا من نفسه وبقى حسين الشحات بقى يجيب جون في كل الماتشات بسم الله ما شاء الله, زي الماتش الاخير اللي فات لما جاب كوره في العارضه. هو حسين الشحات لاعب مميز عنده حلول حقيقي يعني, مؤثر قوي في الفريق, غيابه يبقى موجود مؤثر جدا. وخد بالك على فكره يمكن كمان ملوش بديل في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي كمان. وعاوز اقول لك حسين شحات على فكره هو لاعب دولي برضو, خد بالك عنده خبره كبيره قوي, بيقدر يعمل بعض الحلول السريعه والمؤثره اللي بتخلص الجيم او بتحقق هدف المباراه يعني. والله هو لعيب حلو تمام ومؤثر مع الفرقه كلها وتمام 100 100, وبقى ده حلو ان شاء الله الفتره الجايه اكتر من كده كمان.